من هو القاتل؟ السيد تامر هو رجل نباتي ومعروف للجميع، قد وجد مقتولاً في منزله. على الفور حضرت الشرطة وقامت بأخذ أقوال كل الأشخاص الموجودين في مكان الحادث. قالت الخادمة أنها كانت في الحديقة لمدة ساعتين، وقالت زوجته أنها كانت تحبه جداً، وأنها بينما كانت تشرف على إعداد الطعام سمعت صوت طلقات النار. وقال موصل البيتزا أنه جاء ليوصل طلب السيد تامر، وهو عبارة عن بيتزا من خليط اللحوم والجبن، ولكنه وجده مقتولاً وملقى على الأرض. فمن هو القاتل؟ أمامك 10 ثواني لمعرفة ذلك. القاتل هو موصل البيتزا، لأن السيد تامر كان نباتي، فكيف يطلب بيتزا تحتوي على اللحوم؟ سميرة وعادل ولمياء أصدقاء يدرسون معاً في نفس الصف. كان الأصدقاء الثلاثة يتحدثون عما فعلوه في الإجازة الصيفية، فقالت لمياء أنها ذهبت مع والدها إلى باريس ورأت برج إيفل، وقال عادل أنه ذهب مع أخيه الأكبر إلى أحد الشواطئ وقضوا وقتاً ممتعاً تحت أشعة الشمس. وقالت سميرة أنها ذهبت مع أختها الكبيرة للشاطئ وقضوا طوال النهار في البحر. وعرضوا الأصدقاء الثلاثة صوراً لهم أثناء تواجدهم في الإجازة، وبمجرد أن رأى عادل ولمياء صورة سميرة عرفوا على الفور أنها تكذب. فكيف اكتشفوا هذا؟ الجواب: بمجرد النظر هنا على صورة سميرة سوف تعرف على الفور بأنها صورة مركبة وغير حقيقية، وذلك لأن ليس لهم ظل على الأرض. أين الكائن الفضائي؟ هل يمكنك إيجاده خلال 10 ثواني فقط؟ الجواب: ها هو الكائن الفضائي، لأنه لا يوجد إنسان لديه 3 أقدام. السمك المتوحش: من السيدة التي سيأكلها السمك المتوحش؟ لديك 10 ثواني لمعرفة الحل. الجواب: إنها السيدة على اليمين، حيث إنها معرضة للخطر أكثر من السيدة الأخرى، لأنه لا يوجد أي شيء ليحميها من الأسماك المتوحشة، بينما السيدة الأخرى موجودة داخل قفص يمنع دخول الأسماك الكبيرة إليها. حريق في المنزل: اشتعلت النيران في منزلين، منزل رجل غني ومنزل رجل فقير. أي منزل يجب على الشرطة أن تخمد أولاً؟ ليست الشرطة من تتولى إخماد الحرائق، بل المطافي. من هي المعلمة السيئة؟ يوجد لدينا مدرستين في الفصل، من منهما المعلمة السيئة برأيك؟ سوف تختلف الآراء في هذا الشأن، اكتب لنا إجابتك في التعليقات مع توضيح السبب، وسوف نقوم بتثبيت الإجابة الأكثر منطقية لهذا اللغز. إذا أعجبتك هذه الألغاز، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب بهذا الفيديو.